عقد وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار اجتماعا موسعا لمتابعة البرامج الزمنية للانتهاء من مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترينا. وشدد وزير الإسكان على شركات المقاولات المنفذة للمشروع ضرورة الانتهاء من تنفيذ مكونات المشروع المختلفة في المواعيد المحددة وبأعلى جودة، ووجه مجموعة العمل المعنية بالإشراف على المشروع بالمتابعة الدورية الحثيثة لمدى التزام شركات المقاولات بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وإعداد تقارير عن الموقف التنفيذي يتم عرضها على وزير الإسكان مباشرة، كما وجه بضرورة الإدارة الرشيدة للمشروع بما يتلائم مع قيمته.